مساكم الله بالخير، يا مرحبا وسهلا، حياكم الله. في حملة توعوية قائمة من قبل مجلس الصحة الخليجي، وأنا شفت هذه الحملة في تويتر من خلال هذا الرابط وعلقت على الموضوع. الحملة هذه تدعو إلى توقف التنمر، أو بشكل أحرى موجهة لجمهور المتنمرين اللي ساهموا في انتشار مثل هذه الأمور حقيقة، واللي راح يكون لها أثر سلبي وبشكل كبير جدا وواضح. لاحظناه خلال الفترة الماضية على الأشخاص اللي تم التنمر عليهم، وشفنا العديد من القضايا والمشاكل اللي صارت سواء من الجانب النفسي أو الجانب الجسدي أو حتى من الجوانب الأخرى اللي ممكن يتأثر فيها المتنمر عليه. الحملة تحت هاشتاج ما ينسكت عنه، واللي تتحدث عن أن جمهور التنمر يجب أن يقف في حد معين والمتنمر ما ينضحك له. يعني بشكل أو بآخر احنا لازم نضع بعين الاعتبار شغلة مهمة جدا، أن التنمر هذا المواصلة فيه بهذه الطريقة هو سبب احنا الجمهور اللي قاعد ويضحك لهذا الشخص ويحسس أن الشيء اللي هو قاعد يسويه صح. لما يتنمر على شخص أو يقل أدبه أو يغلط عليه أو يضايقه بكلام أو يقول عنه كلمات غير يعني لائقة وإحنا نقعد نضحك، هذا الشخص اللي أمامنا الآن يشعر بأنه يسلك مسلك صحيح ويشعر بأنه يتجه في اتجاه صحيح، يواصل تنمره بمواصلتنا إحنا للضحك. هذا مثال على أساس أن إحنا نعرف أن فقط بمجرد أن إحنا ما نتوقف عن الضحك، هذا الشخص المتنمر راح يعرف أن الشيء اللي قاعد يسويه غلط وراح يوقف عند حده. إذا الدور الأول والأخير في مثل هذه المواضيع يعود علينا إحنا. إحنا الأهل في البيت، إحنا الطلاب في المدرسة، إحنا الأصدقاء في الملعب، إحنا الجماعة الشباب اللي طالعين مع بعض. لما نشوف شخص ما يتنمر على واحد من الأصدقاء أو حتى في البيت، تشوف الأخو يتنمر على أخوه، المفروض أن إحنا ما نضحك، أساس أن نعرف أن الشيء اللي نسويه غلط والشيء اللي نسويه إحنا يساهم في هذا الغلط، ورح يواصل الشخص هذا، وبعدين إحنا رح نتحمل تبعات هذا الموضوع، وإحنا اللي رح نندم. إحنا اللي رح نندم. بعض الكلمات لها وقع كبير جدا على النفس وعلى الناس، ولها تأثير كبير جدا. يمكن الشخص اللي قدامك الحين أنت تضحك على هيئته، على مظهره، على خلقته، تضحك على ملابسه، تضحك على شغلات يمكن هو ما يقدر وما له يد فيها ولا يقدر يغيرها، وبالتالي هي مجرد كلمات يمكن تنقال وإحنا نضحك، ما نعرف تأثيرها على هذا الولد أو على هذه البنت، على هذا الرجل وعلى هذه المرأة أو أيا كان الشخص المتنمر عليه. لأن في النهاية رح نكتشف تبعات هذا الموضوع ورح نندم عليه ندم كبير جدا. كلمة لها وقعها على النفس ولها تأثيرها بشكل كبير جدا. ممكن واحد يضر نفسه بسبب كلمة، والله العظيم ما تعرف أنت كيف ممكن يكون تأثيرها على هذا الرجل أو على هذا الطفل. لذلك إحنا المسؤول الأول والأخير لما نشوف شخص متنمر ما نضحك له، ما نضحك، لأن إحنا راح نساهم في الغلط. لما توقف تنظر له بجد أو بجدية، وقتها راح يشعر هذا المتنمر أن الشيء اللي قاعد يسويه غلط، وبالتالي راح يتوقف. بمجرد توقفنا عن الضحك راح ننهي أكثر من 50% من الحالات. الله يحفظكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.